مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج قالت الصحف، جملة من القضايا والموضوعات التي عنونتها صحافتنا المحلية على صدر صفحاتها الغراء، موضوعات وقضايا تلامس هموم المواطن وحياته المعيشية. والبداية من فقرة مانشيت وأبرز عناوين الصحف المحلية نتابعها بعد الفاصل. ونبدأ من صحيفة البعث التي تحدثت عن عدة مواضيع، منها الإرهابيون يمنعون وصول الطلاب إلى معبر سراقب لتقديم الامتحانات العامة، سوريا تعرب عن تعازيها لشعب وحكومة الهند بضحايا حادث القطارات، المقداد يصل بغداد لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، بمشاركة سورية انطلاق أعمال المجلس التنفيذي للإلكسو في تونس. واهتمت صحيفة الوطن السورية بقضايا عدة من عناوينها. المسلحون يمنعون طلاب إدلب من الوصول لمعبر سراقب لتقديم امتحاناتهم، القوات الروسية تدمر مراكز القيادة في دونيتسك وتخوض أشرس المعارك فيها، قرى جديدة تدخل مشروع الترميم المجاني في اللاذقية، بدء برنامج التدريب العملي الصيفي لطلاب المعاهد التقنية بالتعاون بين صناعة حلب وجامعة حلب. بدورها صحيفة الثورة ذكرت عناوين منها: سوريا تعرب عن تعازيها لشعب وحكومة الهند بضحايا حادث تصادم القطارات، سوريا تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بشن عدوان بالطائرات المسيرة على موسكو، الاشتباكات تتجدد في السودان والأفق السياسي مسدود، الوزير الغباش يبحث مع مدير عام منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون وتطوير خدمات الرعاية الصحية. مانشيت إلى فقرة رأي الصحف والمقال الذي كتبه الصحفي راغب العطية في جريدة الثورة تحت عنوان العمل العربي المشترك. تقول الصحيفة: تعد قمة جدة في المملكة العربية السعودية من مؤتمرات القمة العربية البارزة في مسيرة أمتنا، بالإضافة لأهمية لم الشمل العربي وحضور سوريا ممثلة بالسيد الرئيس بشار الأسد، تأتي كيفية التعاطي مع كل القضايا المطروحة على جدول أعمال قادة ورؤساء وملوك الدول العربية مميزة عن بقية القمم العربية. ويتابع الصحفي راغب العطية مقالته بالقول: إعلان جدة جاء مكثفا متكاملا وشاملا لكل الملفات التي يتطلع لحلها المواطنون العرب من المحيط إلى الخليج. وفي قراءة لبعض بنود الإعلان نجد أن إقرار الزعماء العرب وتأكيدهم على أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام حقوق أصيلة للمواطن العربي يدلل على أن هناك مقاربة حقيقية تمت خلال التحضيرات للقمة وما قبلها لأهم القضايا التي عادة ما تكون سببا في الخلاف والفرقة. ويختم الصحفي راغب العطية مقالته بالقول: حتى تتجسد توصيات مؤتمر القمة العربية في جدة على أرض الواقع، يتطلع المواطن العربي إلى تحركات عربية مشتركة تقود إلى الأمن والاستقرار، وصولا للتنمية المستدامة التي تكون أساس العيش بسلام، وهذا أبسط حقوق المواطن العربي على حكوماته العربية. و
وفي فقرة تحقيقات وقضايا نتوقف مع جريدة الثورة والتحقيق الذي أجرته الصحفية مريم إبراهيم تحت عنوان الساعة بنصف الراتب، الدروس الخصوصية تحل مكان المدارس وتستنزف الأهالي، تقول الصحيفة. شئنا أم أبينا وجودها قبلنا بها أو تجاهلناها، هي موجودة وبقوة رغما عنا، ولتزيد دائرة انتشارها أكثر بفوضى وعشوائية وبحجج ومبررات غير منطقية أبدا، حيث باتت في نظر الكثيرين الحاجة الضرورية التي لا غنى عنها، سواء كانت في محلها أو من باب النظرة السائدة لها بحكم التقليد الذي بات سلوكا معتادا في مجتمعنا بغرض البرستيج الاجتماعي لا أكثر. فظاهرة الدروس الخاصة والدورات التعليمية في المعاهد الخاصة للأبناء تشكل مصدر استنزاف مادي جديد لدخل الأسرة التي تعاني أساسا من ضعف الدخل، مما بات من الضروري طرح الكثير من التساؤلات حولها من قبل الأسرة والمجتمع والمعنيين بها، وتضع مزيدا من علامات الاستفهام حول تفشي هذه الظاهرة والخوف من غياب دور المدرسة الأساسي، حيث اعتماد التلاميذ والطلبة الرئيسي بات واضحا للعيان على المدرس الخاص والمعهد التعليمي الخاص لمتابعة تعليمهم وتحصيلهم الدراسي بشكل عام، وهذا بدوره قلل من أهمية الالتزام بالدوام المدرسي، متسببا بانقطاع مبكر وحتى خلال العام الدراسي. وفي فقرة زوايا وأعمدة نتوقف مع المقال الذي كتبه الصحفي سامي عيسى في جريدة تشرين تحت عنوان هل يبقى تحسين الحال من المحال، تقول الصحيفة. ما يحدث في أسواقنا المحلية من ارتفاعات سعرية على مدار الساعة، لا بل في قليل دقائقها، يثير الكثير من الاستغراب والحيرة، ليس على صعيد المواطن فحسب، بل على صعيد أهل المسؤولية والمحاسبة وقبلها أهل القرار. ويتابع الصحفي سامر عيسى مقالته بالقول: تكرار مطالبات حماية المستهلك التجار عبر غرفهم للتعاون وتكريس حالة الضبط ما هو إلا تأكيد واضح على نية الوزارة الفعلية في معالجة ما يحصل في الأسواق من مخالفات ومشاركتها في المعالجة وتحمل المسؤوليات. لكن السؤال الذي يراود ذهن كل مواطن في هذه الظروف الصعبة: هل تكفي المطالبات وحالات استجداء التجار من أجل العون والمساعدة في تأمين حالة الاستقرار للسوق بما يحقق مصلحة الجميع؟ ويختم الصحفي سامي عيسى مقالته بالقول: إننا أمام مرحلة جديدة مثقلة بتبعات الماضي السلبية، تحتاج آلية جديدة تحاكي مفردات الواقع كما هي وتترجم الإجراءات إلى أفعال نتائجها تحكيها قادمات الأيام على لسان المواطن، لأنه الغاية والهدف من كل ذلك. فهل سنشهد حالة من الرضا للمواطن أم يبقى تحسين الحال من المحال؟ وفي فقرة الملفات الاجتماعية نتوقف مع جريدة الثورة وما كتبته خلود شحادي في صفحة المجتمع تحت عنوان مهارات التركيز وأهميتها في المراجعات الامتحانية، تقول الصحيفة. مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادات ودخولهم فترة
فترة الانقطاع الدراسي تواجههم مشكلات كثيرة تتعلق بدراستهم، أهمها القدرة على التركيز وتشتت الأفكار وعدم معرفتهم بتنظيم الوقت. فماذا عن مهارات التركيز، وما الأسباب والعوامل المؤدية إلى قلة التركيز والتشتت والفهم البطيء، وما الطرق الواجب اتباعها للعلاج والوقاية من هذه الحالة لكونها من أهم خطوات الدراسة الناجحة للوصول إلى النجاح والتفوق؟ مشاهدين، الحديث أكثر عن مهارات التركيز وأهميتها في المراجعات الامتحانية. يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة سوسن حكيم، مدربة تنمية بشرية. أهلا ومرحبا بك دكتورة سوسن، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم وبالمستمعين الأعزاء. هلا فيك دكتورة سوسن. بداية، ما هو التركيز وما هي المهارات الواجب اتباعها لتنظيم الوقت والوصول إلى النجاح والتفوق للطالب؟ هلا أنت قلتي كلمة كتير مهمة اللي هي التركيز. فالانتباه والتركيز هن أكبر مضاعفان للقدرة العقلية على الإطلاق. طلابنا الأعزاء لما بيكونوا عم يتلقوا المعلومة من المعلم أو عم يدرسوا ياخدوها من الكتاب، لازم يكونوا منتبهين ولازم يكونوا مركزين على الشيء اللي عم يعملوا الدراسة، المادة اللي عم يدرسوها. هلأ للأسف أغلبهم بيكون عم يدرس وعقله بمحل تاني، صحيح، بيميد فكرة تانية. لذلك لو سمحتوا لما نجلس لندرس، أول شيء نعمل كل شيء بدنا نعمله، يعني اللي بده يشرب بيشرب، اللي بده يدخل على الحمام بيدخل، بشكل أنه أنا جلست لحتى أكون بكامل قدراتي وتركيزي بالدراسة. وقبل ما نبدأ بالدراسة ناخذ شيء 3 دقائق 4 دقائق نعمل فيهم تنفس عميق استرخاء، وبحاول حيد كل الأفكار اللي شاغلتني وحطها على جنب. دكتورة سوسن، ما هي أسباب قلة التركيز والسرحان والفهم البطيء؟ يعني بنشوف كتير طلاب كتير عندهم يعني الفهم عندهم كتير بطيء، ليستوعبوا الفكرة أو ليستوعبوا إنهم يحفظوا ولو يعني مقطع صغير. هلا أول شيء المشتتات، يكون في مشتتات كتير شاغلتهم. وغالبا الموبايل اللي بيكون قريب منهم، لما بيكون الموبايل قريب لو مرة واحدة شعر انه في اضاءة او اجا واتس او ميسنجر، فرح يتشتت عقله لمدة 3 ثواني على الاقل، على الاقل. لاحظتي؟ ايضا لما بيقرب الامتحان يكون مع الدراسة في تساؤلات جواته، بلحق ولا ما بلحق، بتذكر بالفحص ولا ما بتذكر، رح تجي أسئلة صعبة ولا سهلة إلى آخره. صحيح. فكتير مهم طلابنا يعرفوا إنه اللي درس خلال السنة بإذن الله رح يعمل امتحان جيد ورح يتذكر، لأنه المعلومات اللي أخذناها على مهل من أول السنة وراجعناها حكما رح يجاوبوا منيح إن شاء الله. نعم. لا تخافوا هلا اذا شعرتوا انه انتم ما متذكرين شيء، لانه طبيعي انه انا ما فيني اتذكر منهاج كامل. صحيح. لكن مجرد انا شفت السؤال على ورقه الاسئله رح يشتغل هالسؤال مثل المغناطيس، بيدخل على كم المعلومات اللي عندي وبيسحب الاجابه وبيطلع. كونوا واثقين انه رح تتذكروا ان شاء الله. نعم. دكتورة سوسن، ما هي الأعراض والعلامات التي تظهر على الشخص المصاب بضعف التركيز؟ الأعراض ضعف التركيز غالبا ما بيقدر يقعد فترة كافية على الدراسة،
ولما بيحفظ بيحفظ بلحظة وبعد شوي بينسى. هلأ هدول غالبا يحتاجوا فقط لتنظيم وقتهم وتنظيم دراستهم وتعلم المهارات الدراسة الصحيحة. في كتاب اسمه ادرس بذكاء وليس بجهد، يعني الدراسة إلى طرقها. هلأ نحن قربنا على الامتحان وما عاد ينفع هالكلام، لذلك الآن طلابنا الأعزاء يعملوا مراجعة للشيء اللي درسوه منشان يثبت دراسهم وحتى يتخلصوا من المشتتات ومن ضعف التركيز. ياخذوا 5 دقائق قبل المراجعة يفكروا فيها باللي بدهم اياه ويشرقوا ويغربوا على كيفهم. لكن بعد منا كل هذا انحط على الجنب وركزت فقط على اللي عم بدرسوا، وبس يخلصوا الدراسة ياخذوا استراحة 5 دقائق أو 10 دقائق ويعملوا مراجعة. المراجعة بتثبت المعلومة وتخليهم يتذكروها إن شاء الله بالامتحان. نعم دكتورة سوسن، يعني كيف ممكن معالجة تشتيت التركيز، وهل هناك من نصائح قد تساعد في تحسين قدرة الطالب على التركيز؟ اللي بدينا فيه بأول اللقاء، الانتباه والتركيز أكبر مضاعفان للقدرة العقلية على الإطلاق. على التركيز له تمارين نعملها لحتى نتدرب على التركيز، لكن الآن بالامتحان التركيز هو أنه ذكر نفسي دائما كل ما أجع لي يشط له عندي امتحان ركز معي، والمواد اللي بيشوفوها صعبة يقرأوها قبل النوم وصباحا وقت اللي بيفيقوا يقرأوها، لأنه العقل بيشتغل عليها قبل النوم صباحا بيشوفوها أسهل بكثير. كثير بيساعدون في التركيز أنه قبل ما يدرسوا يعملوا تنفس عميق، يغمضوا عيونهم هيك لولي نص دقيقة مع التنفس العميق، هذا بيساعدهم يستبعدوا المشتتات ويركزوا على دراستهم. الدكتورة سوسن حكيم مدربة التنمية البشرية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيكم وحظ موفق لكل طلابنا الأعزاء. شكرا دكتورة سوسن. أهلا أهلا. وفي فقرة الأخبار المحلية نتوقف اليوم مع ثلة من الأخبار المحلية المنوعة، ونبدأ من صحيفة الوحدة الصادرة في اللاذقية. صرح عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل دريد مرتكوش أنه بناء على توجيهات محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال تم وضع خطة لتأمين الطلبة بوسائل النقل وضمان وصولهم إلى امتحاناتهم بيسر وسهولة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالموضوع. صحيفة الفداء الصادرة في حما، أدخلت مديرية المصالح العقارية بحما بيّن مدير المصالح العقارية في حما المهندس ريمون نجار أن المديرية أدخلت 4 مناطق جديدة بالأتمتة الإلكترونية لبرنامج الفهرس ضمن إجراءات تبسيط الحصول على البيانات العقارية بسرعة ودقة أكبر، وهي مناطق البياضية وحرمل في مصياف وعقيربات والسويد في سلمية. صحيفة الجماهير الصادرة في حلب، أوضح مدير المؤسسة العامة لإكثار البزار بحلب المهندس وائل الطويل أنه تم افتتاح 10 مراكز لاستقبال الأقماح والشعير المتعاقد عليها، وبين الطويل أن خطة المؤسسة لهذا الموسم 70,000 طن بزار قمح قاسي وطري و6,000 طن بزار شعير ثنائي وسداسي الصف، مؤكدا أن حالة المحصول جيدة والإنتاج وفير. صحيفة العروبة الصادرة في حمص، أكد مدير الزراعة في حمص المهندس يونس حمدان أن إنتاج المحافظة من القبار يبلغ بشكل وسطي
2500 طن سنويا، والأسعار الحالية تتراوح بين 5 إلى 7000 ليرة لكيلو البراعم الكبيرة، وبين 10000 وحتى 12000 ليرة للبراعم الصغيرة. وهذه الأسعار تحددها المنافسة بين مراكز الاستلام المنتشرة في مناطق وجود هذه النباتات. مشاهدينا، الصحف قالت كلمتها لهذا اليوم. نأمل أن نكون قد وفقنا فيما اخترناه لكم من موضوعات وقضايا. لقاؤنا يتجدد معكم كل أحد بقضايا جديدة ومتنوعة. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء.